يا مساء العاشرة بتتويج الأهلي، مساء الفرحة والبهجة، مساء الاحتفاء والوفاء، مساء الانتماء والعطاء والإخلاص للأهلي حتى توج بالعاشرة اللي بنحتفل بها أعزائي المشاهدين. الليلة دي في احتفال خاص جدا من استاد مختار التتش وأيضا من استوديوهات قناة الأهلي. موعدكم مع بث مباشر واحتفاء يليق بقيمة العاشرة، عشان كده هيسعدنا أن احنا نكون هنا في استوديوهات قناة الأهلي بصحبة الزملاء الأعزاء الكابتن خالد العوضي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا طلبي. والزميل العزيز المتألق صاحب الترند أمير هشام. أهلا بك يا أمير. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، طبعا سعيد جدا أن أنا موجود مع حضرتك وقامات كبيرة جدا، أستاذ إبراهيم منيسي، كابتن خالد العوضي، كابتن كبير كابتن هاني رمزي، ومبسوط جدا موجود في مناسبة عظيمة وكبيرة زي دي طبعا. وكواحد من كباتن العاشرة، واحد من اللي أعطوا للأهلي بإخلاص وأعتقد مستمتعين مع حضراتكم على شاشة الأهلي، الكابتن هاني رمزي. كابتن أهلا بيك. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير عليكم كلكم. طبعا يعني أنا سعيد زي ما أنت قلت، واحد من أبناء النادي الأهلي بيعيش لحظة بروح الجماهير، روح إن شاء الله روح الفانيلا الحمراء، روح الانتصارات. دايما النادي الأهلي هو نادي السعادة، النادي اللي بيبعث السعادة مش على جماهير النادي الأهلي بس، على شعب مصر كله وعلى يمكن الوطن العربي. فأنا سعيد إن أنا متواجد معاكم النهاردة، وإن شاء الله تبقى ليلة سعيدة تليق باسم النادي الأهلي الكبير إن شاء الله. إن شاء الله هتستمتعوا حضراتكم من خلال شاشة الأهلي بتغطية تليق بهذا الحدث الكبير. النادي الأهلي النهاردة بيحتفل بتدشين النجمة العشرة على شعاره، وده حدث مش قليل. الناس اتكلمت ليه الأهلي بيحتفل، ليه الأهلي اتأخر في الاحتفال. فكرة إن في نادي يضيف النجمة العشرة في دور الأبطال على شعاره وعلى فانيلته، ده مش موجود في أي حتة في العالم إلا فقط لريال مدريد. ريال مدريد النادي الملكي هو الوحيد اللي بيسبق النادي الأهلي أنه بيكون عنده 13 لقب في دور الأبطال. في كل القارات النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي القرن، هو الوحيد اللي بيملك 10 نجمات على شعاره. عشان كده كان الاحتفاء بهذه النجمة العاشرة هو احتفاء ذات قيمة كبيرة في ملعب مختار التتش، وبالتالي قناة الأهلي هتكون مع حضراتكم في هذا البث المباشر اللي هتستمتعوا من خلال استوديوهات قناة الأهلي في الإنتاج الإعلامي، وأيضا من خلال بث مباشر للزملاء أحمد سمير ونهاوند سري من خلال ملعب مختار التتش وأرض الحدث، وباقي من الزملاء المراسلين اللي هيحطوكم في أجواء واحد من أهم الأحداث التاريخية للنادي الأهلي.